مثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب يعني الشراب أو الخفين فهنا ما لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهم ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني، لكن يكون ابتداء مدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. هذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى لكن يبني على مدة المسح على الأول.